أسامة لاعب سباحة طويلة عندي 22 سنة الحمد لله بفضل ربنا عبرت المانش في سبتمبر الماضي بزمن 14 ساعة وبفضل ربنا قررت أنزل الرئيس الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وطبعا كل ده برياضة كابتن خالد شلبي اللي يعني سعيد اللي انا احقق اول حلم ليا ان انا اعدي المانش بفضل ربنا وبعد سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحمست اكتر وبقى عندي طموحات اكتر والحمد لله دلوقتي بجانب لاقوى سباق في العالم اقوى سباق سباحه طويله في العالم هو سباق كبري دولي هو عباره عن سباق 36 كيلو بيضم مسابقين من جميع انحاء العالم طبعا هنا في معسكر تدريبي مغلق سواء من كمال لياقه بدنيه سواء من السباحه تحت شرف كابتن خالد كابتن خالد بيشتغل بيشوف خبره كبيره في مجال السباحه الطويله لانه عبر المانش 83 بدراع واحد وهو اول واحد في العالم يعمل كده فمن خلال خبرته الكبيره في مجال السباحه الطويله والانجازات بيحاول ينقل الخبره دي. دوس على نفسك دوس كمان. مدينه الغردقه من احسن المدن اللي انا اجهز فيها المعسكر التدريبي. اولا في البحر هنا كان الحمد لله تقريبا بنفس الطيارات ونفس الظروف بتاعه اوروبا فده بيخليني ان انا اعرف اتمرن على نفس الارض هناك. خالد شلبي اول سباح يعبر المانش في واحدة سنه 83 ووكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في شمال افريقيا والشرق الاوسط بنعد سباحين مصريين عشان يتدربوا في مدينه الغردقه بمحافظه البحر الاحمر علشان يعملوا محاولات عبور المانش وعلشان سباقات كابري نابولي في ايطاليا 2023 في شهر 7 اللي جاي ان شاء الله. معانا السباح احمد اسامه السباح ده عدى المانش الحمد لله في سبتمبر الماضي 2022 ويتكرم من معالي رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب من أحسن 10 طلاب في جامعته جامعة الدلتا والحمد لله الحمد لله من طلاب المتفوقين واستطاع أن يعبر المانش في 14 ساعة وعمل فيهم 65 كيلو مباشرة بدون توقف وترشح بعد كده أنه يعوم كابري نابولي 36 كيلو في 7/7 الشهر اللي جاي إن شاء الله علشان مصر كانت بقى لها 48 سنة ما اشتركتش في هذا السباق فبالتالي هتكون دفعة جديدة للسباحة في المياه المفتوحة لجمهورية مصر العربية عشان نرجع تاني زي الأول إن شاء الله تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور الخلوق الأستاذ أشرف الدكتور أشرف صبحي وإن شاء الله بإذن الله نعمل مركز متقدم في مصر بإذن الله وتبقى دي بقوة شغل كتير بإذن الله نساعد فيه شباب مصر مش شرط تكون في اتحاد رياضي مش شرط تكون تبع لجنة أولمبية أهم حاجة تكون مصري وعايز تحقق حاجة تحت شعار احلم حلمك وحققه احلم حلمك وحققه ده شعارنا هنا في محافظة البحر كان أهم حاجة في إدارة الساحة الرياضية إن تكون الغردقة مركز وعاصمة رياضية للعالم كله فكانت تدريبات الغردقة اللي احنا بنقوم فيها كل دي تبع سياسة الدولة اللي بتقوم بيها وزارة الشباب والرياضة إن احنا نبتدي السباحة الطويلة والمياه المفتوحة والويند سيرف وبقية الألعاب المائية كلها يبقى مقرها للعالم كله والغردقة إن شاء الله عشان يبقى منارة للعالم كله ومعسكر مفتوح للعالم كله نرحب بيه عشان يجوا يتمرنوا عندنا في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.